في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع. ثانياً، تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط الهيئة العامة للإسكان لوضع الترتيبات اللازمة لذلك والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري. ثالثاً، على مرار مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ الهيئة العامة للإسكان للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للإسكان كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول لاتخاذ ما نراه مناسباً. رابعاً، تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة العامة للإسكان لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل. خامساً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 64 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 23 بتاريخ 11/6/1394 من الهجرة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1398 من الهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 18 بتاريخ 20/3/1432 من الهجرة، القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40,000,000,000 ريال، ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن الملائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، أمرنا بما هو آت. أولا، رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300,000 ريال ليصبح 500,000 ريال اعتبارا من تاريخه. ثانيا، على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 65 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة 58 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 10 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 وتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، وانطلاقا من قول الله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين،
واستشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها، أمرنا بما هو آت. أولاً، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بنا مباشرة. ثانياً، يعين الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير. ثالثاً، على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ أمرنا هذا. رابعاً، تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. خامساً، على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. سادساً، دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة. سابعاً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر ملكي الرقم 1066 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية ومستشفيات تخصصية ومرجعية ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، أمرنا بما هو آت. أولا، اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي: 1. مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إنشاء مركزين للأورام والقلب ومركز وطني للعلوم العصبية بما مجموعه 850 سريرا إضافيا، ومركز للأبحاث بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة. 2. مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتشمل المستشفى التخصصي بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب وزراعة الأعضاء والأورام والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة 1500 سرير و200 عيادة خارجية، ومختبرا مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة وسكن للمدينة. 3. مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي بما مجموعه 1500 سرير، ومركز للأبحاث
ومئتي